مبادرة رئيس الجمهورية لاستحداث آلية إفريقية للتأهب للكوارث الكبرى والاستجابة لها هي اليوم تسير نحو التجسيد. رؤساء الحماية المدنية وإدارة مخاطر الأزمات الكبرى للدول الإفريقية يجتمعون بالجزائر لاستحداث هذه الآلية التي تعد وسيلة للتخفيف من آثار المخاطر بمختلف أنواعها. جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة شهر فبراير 2022 باقتراح إنشاء آلية قدرات القارية للاستعداد والاستجابة للكوارث في إفريقيا. إن مبادرة مثل هذه لهي كفيلة بتحصين القارة أمام مختلف التحديات والرهانات التي تواجهها من خلال السعي الدؤوب لإيجاد حلول تسمح بتخفيف حدة الأزمات الناتجة عن المخاطر الكبرى وآثارها السلبية، مع الأخذ بالحسبان خصوصيات وحاجيات كل دولة على حدة. تجربة الجزائر في تسيير المخاطر الكبرى أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به لمختلف دول القارة، تجربة ستمكن من بلورة رؤية مشتركة وتوافقية لتجسيد هذا المشروع. الجزائر ونظرا لخصوصية المخاطر اللي يمكن أن تحدث لها على غرار الحرائق، على غرار الفيضانات وكذلك الزلازل، عندها الخبرة الكافية أني بمختلف الأطراف المدخلة في المجال هذه لتعزيز الخبرات لبقية الدول الإقليمية وكذلك القارية وتوظيفها على الوجه المطلوب. Je trouve également que les autorités algériennes ont été assez courageuses pour prendre à bas le corps un problème qui nécessite autant d'investissements parce que les questions relatives à la prévention et à la gestion des catastrophes sont des questions aujourd'hui qui interpellent plus d'un, en ce sens que avec l'adaptation au changement climatique, nous assistons à une recrudescence des catastrophes. تعزيز قدرات مختلف المصالح المعنية بمجابهة وتسيير الكوارث الكبرى، ذلك ما تسعى إليه الجزائر من خلال هذه الآلية، سيما وأنها تعتبر كفيلة بتخفيف الآثار الناتجة عن مختلف المخاطر.